فكرت مرة تروح تكشف أو تاخد ولادك وتروح تكشف وتطمن هل أنت أو ولادك عندكوا عمى ألوان ولا لأ؟ هل بتشوف الألوان كويس ولا لأ؟ هل اللون الأخضر بتشوفه أخضر؟ هل اللون الأحمر بتشوفه أحمر؟ أخبارك إيه في موضوع الألوان؟ النقطة دي مهمة جدا جدا جدا، لأن في كتير ناس عندهم مشكلة في الألوان وهم ما ياخدوش واخدين بالهم إن عندهم مشكلة في الألوان، وفاكرين إن كل اللي حواليهم شايفين الألوان أو شايفين الحاجات باللون ده. تخيل ان في ناس عايشه معاك ما هيش عارفه وهي ماشيه في الطريق ان اشاره المرور الاحمر والاخضر والاصفر مش باينين بالنسبه له، احمر واخضر واصفر الالوان كلها شبه بعض، قد ايه خطوره. وده يعتبر من الاختبارات المهمه جدا اصلا انك تطلع رخصه القياده. بس هي الفكره كلها ان احنا ما عندناش ثقافه ان احنا نعرف احنا عندنا مشكله في الالوان ولا لا، او عندنا عمى الوان في الموضوع ده ولا لا. ولازم تبقى واخد بالك انك لو عارف انك عندك عمى الوان او عندك مشكله في تمييز الالوان ومش عارف ان في حل، لا في حل دلوقتي. انت ممكن تروح تكشف وتقول ان عندك مشكله في الالوان وتعمل اختبارات معينه في موضوع اختبارات معينه عشان نحدد قد ايه او درجه الالوان او نوع اللون او درجه اللون اللي عندك فيها مشكله. وفي نظارات دلوقتي بتتعمل باساسات معينه بعد ما نحدد بالظبط درجه اللون اللي عندك فيها مشكله وتلبس النظاره، والنظارة بتبقى شكلها مش وحش، النظارة بتبقى شكلها حلو زيها زي النظارة الشمسية او شكلها زي النظارة الطبية وبتبقى كويسة جدا، بس بتخليك تشوف كويس. ما نستخسرش فكرة ان احنا محتاجين ان احنا نكشف على نفسنا عشان نعرف احنا عندنا مشكلة في الالوان ولا لا، وبالذات الاطفال. يعني خد ابنك خد بنتك روح اكشف اسأل على الطبيب هي بنتي او ابني عندهم مشكلة في الالوان ولا لا، لان هو ممكن يكون اصلا مش واخد باله ان عنده مشكلة في تمييز الالوان. النقطة دي مهمة جدا، يا ريت نركز فيها، يا ريت تبصوا على اولادكم، يا ريت تبصوا على نفسكم حتى كمان انتوا عندكم مشكلة في تمييز الالوان ولا لا. ولازم تبقى فاهم ان علاجها دلوقتي موجود، وانك انت ممكن تلبس نظارة مصممة مخصوص للمشكلة اللي عندك او لدرجة اللون اللي عندك، تقدر ترجع تاني تميز الالوان الى حد ما طبيعي. دمتم سالمين، وان شاء الله باذن الله تبقى معلومه مفيده، ولو اي حد محتاج ان هو يبلغ بيها حد ما يبخلش. يلا صباحكم زي الفل.